رصد المرصد العربي لحرية الإعلام نحو 40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية والصحفية خلال شهر سبتمبر، منها حالات حبس احتياطي واحتجاز مؤقت وتجديد حبس وقيود تتعلق بالنشر. في السياق نفسه قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية بسمة مصطفى 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد التحقيق معها في غياب محاميها. كانت بسمة قد اختفت صباح أمس أثناء قيامها بتغطية ميدانية في محافظة الأقصر تتعلق بحادث مقتل المواطن عويس الراوي الذي تتهم أسرته الشرطة بالوقوف وراء مقتله. من جانب آخر طالب الحزب المصري الديمقراطي بالإفراج عن سجناء الرأي ووقف أي انتهاكات قانونية تجاه المواطنين، مضيفا أن واقعة مقتل الراوي تحمل استهانة بأرواح المواطنين وحقوقهم القانونية، وأن الصمت والتعتيم عليها ينذر بعواقب وخيمة على المجتمع. مزيد في هذا التقرير. قضاة اعتادوا النطق بأحكام الإعدام وزنازين تعج بمعتقلين سياسيين يرفضون مصيرهم المحتوم. 24 ساعة الماضية شهدت تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 معتقلا سياسيا حسب ما أكدت جهات حقوقية مصرية. اثنان منهم معتقلان في قضية مكتبة الإسكندرية والباقون في القضية المعروفة إعلاميا بأجناد مصر. ساعات طويلة قضاها أهالي المتهمين بحثا عن أي شيء ينفي الأنباء قبل أن يبلغهم المحامون بأن يتوجهوا إلى المشرحة لاستلام الجثامين. إصدار أحكام الإعدام الجماعية ليست أمرا نادر الحدوث في مصر، فقد تكرر الأمر نحو 6 مرات منذ مطلع العام الحالي في قضايا سياسية وجنائية منذ عام 2013 إلى الآن، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلي الرأي في مصر بازدياد مخيف وفقا لما ذكرته منظمات المجتمع المدني المصرية التي أكدت إصدار الأحكام في محاكمات لا تعرف شيئا من النزاهة والعدالة. تقرير منظمة العفو الدولية عام 2019 وضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول التي تفرط بتنفيذ أحكام الإعدام بعد كل من إيران والسعودية والعراق. ومن الأحكام بالإعدام إلى الاعتقال، الصحفية بسمة مصطفى محتجزة في نيابة أمن الدولة العليا بعد انتشار أنباء عن اختفائها. بسمة ستبقى رهن الاعتقال لمدة 15 يوما للتحقيق معها دون أي تمثيل قانوني وفق ما ذكره محاميها. جرم بسمة نقل ما حدث في قرية العوامية بالأقصر بعد تفجر الغضب الشعبي إثر مقتل أحد الشبان على يد أحد عناصر الشرطة. فصل جديد من التضييق على الحريات وخنق أصوات أصحاب الرأي في مصر، فصل سيزيد من الانتقادات الحقوقية المحلية منها والدولية التي لم تخبو حدتها في التصريحات والتقارير. أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الأستاذ وليد عبد الرؤوف، وأرحب من جنيف بالأستاذ محمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقا. أستاذ محمد برحب بيك معايا في توقيت مصر. يعني نبدأ بالفصل الأخير، بسمة مصطفى الصحفية الزميلة تذهب إلى الأقصر لتغطية أو للقيام بدورها في تغطية بعض الأحداث المتعلقة بمقتل أحد المواطنين، يتم القبض عليها التحقيق معها دون وجود محامين وسجنها لمدة 15 يوم على ذمة أحد التحقيقات. بتشوف هذه الواقعة إزاي؟ يعني بشوف الواقعة دي تقريبا شبيهة بواقعة كثيرة حصلت في الاعوام السابقه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. للاسف وضع الصحافه والاعلام في مصر في التراجع، وده اللي بيقوله المؤسسات الدوليه المعتبره في المساله دي زي بيسلموا لحدود. مصر النهارده احتلت مركز 166 في حريه الصحافه على مستوى العالم. في داخل السجون المصريه ما يقرب من 80 شخص صحفي واعلامي في قضايا شبيهه قضيه بسمه مصطفى. للأسف الشديد وتم توجيه ليهم اتهامات غاية في الغرابة تجاه الجماعة الإرهابية والأشياء الغير منطقية بهم. فأنا أتصور ما حدث مع بسمة خاصة مع الكثيرين في الفترة الماضية، والنظام يخجل من ذلك، هو لا يرى ولا يسمع صوته فقط. ولذلك ما حدث مع بسمة ليس الواقعة الأولى وليست الأخيرة. طيب أستاذ وليد أعود إليك. عندنا مشاكل كتير تتعلق بحبس الصحفيين الحقيقه عموما. مصر هي الدوله الثالثه في حبس الصحفيين حول العالم بعد الصين وبعد تركيا.
ليه هذا العداء الكبير من جانب الدولة للصحفيين؟ ليه إسلام الكلحي كان بيغطي واقعة إسلام الأسترالي اتقبض عليه، النهاردة بسمة بتغطي وبتقوم بشغلها اتقبض عليها؟ ليه هذا الإصرار على اعتبار مجرد القيام بمهنة الصحافة جريمة في حد ذاته؟ وعداء الدولة من وجهة نظري هو عداء مع الحقيقة بشكل واضح. الدولة تريد أن تخفي أي صوت أو أي مؤشر قد يظهر الحقيقة. ما حدث مع إسلام الكلحي في واقعة المنيب، وحاليا يحدث مع حدث مع بسمة، أعتقد أنه يعني دليل واضح أن الدولة لا تحارب الصحافة بشكل صريح، ولكنها تحارب الحقيقة، كشف الحقيقة في المطلق، زي ما بتحارب النواب المعارضين في دخولهم البرلمان، بتحارب الصحفيين، بتحارب أساتذة الجامعات، بتحارب النشطاء السياسيين، بتحارب رؤساء الأحزاب. يعني فالدولة لديها عداء واضح مع كشف الحقيقة. حتى الآن منذ مقتل الراوي وحتى الآن لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان بشأن الواقع، لم يصدر، لم نعرف الحقيقة، لا نعلم الحقيقة. وعندما تقوم صحفية أو صحفي أو أيا كان بالذهاب إلى مكان الواقع لكشف الحقيقة وتبيان الحقيقة للآخرين، دولة لا تريد أن تكشف الحقيقة، تعمية واضحة، تعتيم واضح على كل مناحي. حتى لو مش الإعلام بقى هو المصدر، يعني هتروح بسمة وتكتب الموضوع في موقع، غالبا الموقع هتروح تبع المنصة، هو كده كده محجوب يعني. فالقصة اللي هتروح بسمة وتغطيها ويرجع ممكن يقراها 100-150 شخص. طب ما احنا عندنا ملايين بيتابعوا مواقع التواصل الاجتماعي والمعلومة بتوصل في كل الأحوال. ليه الدولة بتتعامل بهذه الحساسية تجاه الصحفيين او تجاه ما ينشر في المواقع وفي الميديا، رغم ان في بقى في وسائل بديله كتير بتعوض الصوت ده؟ الدوله بتتعامل مع الوسائل البديله انها غير موجوده، واذا احدثت اي اثر هيطلع علينا يوسف الحسيني وخالد صلاح ويقول احنا كلام بنفبرك، كل هذه الوقائع مختلقه واحنا نقدر نفبرك وقائع زيها، فكل هذه الوقائع محدش يصدق الوقائع الموجوده ومحدش يلتفت إلى مواقع التواصل أو أي اسمعوا الحقيقة مننا، إحنا بس اللي بنمتلك الحقيقة المطلقة، مفيش أي صوت عايز تستمع، يعني أي حد هيستمع لأي صوت مخالف لصوت الدولة الرسمي الناطق به إعلامها هو مخرب ويريد هدم الدولة ويروج أنباء كاذبة. الباكج اللي حاليا السلطة تتعامل فيها مع أي حد، مش شرط يكون معارض، مع صحفي، مع دكتور، مع أستاذ جامعة. في اتنين صحفيين اليوم السابع لسه مقبوض عليهم، وده اليوم السابع وقت الكورونا، وده اليوم السابع. كان اتنين صحفيين مقبوض عليهم، منهم صحفي اسمه سيد شحتة وصحفي آخر قبض عليهم، وكان سيد مثلا مصاب بكورونا وتم اغتياله من مكانه أو من منزله وهو مصاب بفيروس كورونا. يعني القصة زي ما يعني تأكيد على انه الموضوع مش بس انا يعني بقى عادي اللي بينضم او اللي شغال مع مواقع معارضة او ادوات اعلامية معارضة. اي حد هيظهر الحقيقة، اي حد هيتكلم في الحقيقة هو ضد السلطة. ولذلك في قائمة اتهامات واضحة ومحددة ومعلبة وجاهزة لاي حد يقول الحقيقة. الحقيقة مجردة. الإعلاميين الغالب الأعم من الإعلاميين اللي تم القبض عليهم داخل مصر ما كانوش بيتجنوا، كانوا بينقلوا الواقع وفقط، ولكن الدولة لا تريد. وهو ده السبب اللي شايفة محاولة لاحتكار الحقيقة أو لاحتكار المعلومة في مصدر واحد المعلومة. طيب خلينا نروح للأستاذ محمد زارع، لأنه في سؤال مهم يتعلق بأدوات دعم السجناء السياسيين لو جاز التعبير، الصحفيين المتهمين والمحبوسين في قضايا الرأي. طبعا في أسئلة كتير تعلق بدور نقاط الصحفيين، بدور منظمات المجتمع المدني. في ناس شايفة أنه المنظمات الحقوقية والنقابات وباقي منظمات المجتمع المدني يعني بشكل عام مش بتقوم بدورها في تقديم الدعم القانوني والدعم السياسي والدعم المهني للمحبوسين في قضايا الرأي، بوجهة نظر حضرتك؟
كأحد ممثلي هذه المؤسسات؟ يعني مؤكد انه لو جينا قسمنا المجتمع المدني لقطاعات هنلاقي مثلا نقابه الصحفيين اظن انها يعني ليها الدور اتصور الاهم، لكن للاسف يعني خلينا ناخذ واقع البسمه اليوم، اتصور انه قيل على لسان نقيب الصحفيين ان بسمه ليست مقيده في نقابه الصحفيين، وهو يعني بيقول ملوش علاقه بالموضوع، يعني رغم انها بتعمل في الصحافه حتى لو ما كانتش مسجله، لكن هناك ايضا الكثيرين بيحملوا كارنيه نقابه الصحفيين موجودين في السجون والنقابه لا تقدم شيء. ده على مستوى الداخلي، على مستوى مصر. المنظمات الحقوقيه في الداخل وفي الخارج بترصد اللي بيحصل طول الوقت، وطول الوقت بتعمل تقارير وبتقدم يعني رايها في هذا الامر، لكن للاسف الشديد لا يوجد استماع بشكل حقيقي للتوصيات او لتلك التقارير، ولكن الدوله بتاخد الموضوع ده بمحمل العداء لتلك المؤسسات وتتعامل معهم بشكل ان دي مؤسسات هدفها اسقاط الدوله وتدمير الدوله. وايضا هنجد انه عدد كبير من المنظمات غير حكوميه النهارده مطاردين بسبب يعني قيامهم بدورهم فقط لدعم يعني حريه الراي والتعبير في مصر. وايضا هنجد ان كثير من المحامين ايضا زي مهنور وغيرهم من زملائنا المحامين محمد الباقر ايضا مطاردين الان ويعني موجودين داخل السجون المصريه لانهم فقط قاموا بدورهم الحقوق في هذا الشان. فانا اتصور يعني الدوله لا تستمع لاحد ولا حتى الاحزاب السياسيه. احنا كنا بنعرض البيان اللي اصدره الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحركه المدنيه بتطلع بيانات، باقي الاحزاب بتطلع بيانات، منظمات المجتمع المدني، نقابة الصحفيين، كل بيطلع بيانات، لكن تبقى في النهايه ما فيش اليه للضغط الحقيقي، ما فيش اليه لانه يكون في سلطه او قرار عند هذه المؤسسات. لانه الدوله بيتم ادارتها بصوت واحد منفرد، وانه اللي يقدر النهارده انه ياخد قرار هي النيابه العامه، وبتحبس شخص 15 يوم ثم بعد ذلك بتجدد له الى انها في الاخر خالص يعني بعد الامور تهدأ هي عاوزه تسيطر على الوضع، ولا تقبل انه الصحفيين يعني يوصلوا للاقصر ويقابلوا الاسر ويتحدثوا على يعني المشكلات التي قد تكون قد حدثت في الاقتحامات اللي تمت في الاقصر وغيرها. فانا اظن ده رساله بتوجهها الدوله لكل الاعلاميين وكل الصحفيين، انه كل من يقترب من هذا الامر يعني هيكون مصيره السجن واتهامات خطيره. ثم بعد ان تهدأ الامور يعني بسمه تخرج بكفاله الى اخره والقضيه تتناهى في الدرج. احنا دأبنا على ذلك منذ سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لا يقبل الراي الاخر، وانه كل الاعلام وكل المنظمات الغير حكوميه وكل يعني الاشخاص اللي بيعترضوا على حتى قرارات اقتصاديه وغيره مصيرهم السجن، وانه ما فيش حد فيهم في حد هيقدر انه يعني هينجده من ايديه، لكن بالعكس المنظمات الحقوقية والحقوقيين بيقوموا بدورهم، لكن للأسف هو دور غير فعال بالمرة في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات. طيب أخيرا أستاذ وليد، يعني من وقت للتاني بتبدأ وبيكون في تفاؤل إنه ربما بعد انتخابات الرئاسة، ربما بعد تعديل الدستور، ربما بعد الانتخاب مرة أخرى، ربما بعد انتخابات الشورى، بيكون دايما في إحساس إن ربما الأمور تتحسن، ربما الدولة تخف يدها تدريجيا على المجتمع، تسمح ببعض يعني التنفيس او تقلل شويه من حده التوتر اللي حاصل في المجتمع، لكن ده دايما مش بيحصل. هل ده مرشح انه يحدث مستقبلا؟ استحاله. يعني كل المراحل اللي انت تحدثت عنها من 2014 وحتى الان احنا بنتكلم عن بعد كذا ممكن يحدث، بعد كذا ممكن يحدث، ولكن التجربة والأمر الواقع يثبت لنا بما لا يدع مجال للشك أنه لن يحدث انفراجة أو تنفيس أو فتح المجال العام في مصر طالما هذه السلطة، طالما عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة في مصر. عبد الفتاح السيسي وعى الدرس جيدا من نظام مبارك. نظام مبارك في العشر سنوات الأخيرة سمح بهامش من هوامش الحرية، سمح بهامش من هوامش التعبير وحرية الرأي والتعبير،
حدثت عليه ثورة وحدثت على نظام مبارك ثورة. فعبد الفتاح السيسي لن يسمح، الشبح ده موجود، فكرة انه لن اذا يسمح سمحت ببعض بأي الهامش هامش، ربما لن يسمح كرة بأي هامش. الثلج تكبر وما اقدرش اسيطر عليها. لا بالظبط. شكرا جزيلا استاذ غير عبد الرؤوف المحامي، شكرا جزيلا استاذ محمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان سابقا. الان الى فاصل قصير، نعود بعد ما نستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر.